خلي بالكم علشان التقرير ده بيحملكم رساله كبيره. طبعا يا كابتن. رساله كبيره وانتوا لسه في بدايه المشوار. اكيد طبعا. فهد انت بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ انا بقالي كده 12 سنه. 12 سنه؟ اه. ضميت ازاي النادي الاهلي؟ بداياتي كان طبعا كلمت الخالي محمد رمضان. كابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان هو خالي. اه. ليا الشرف طبعا ان هو خالي. كابتن محمد رمضان كان هداف كبير. فكلمته قلت له عايز العب كوره وكده، قال لي مفيش مشاكل، راح وداني الاختبارات الاكاديميه. اه. كان ساعتها موجود الكابتن احمد عباي، بشكره طبعا من خلال قناه النادي الاهلي. اه. فعملت اختبار والكابتن احمد عباي قال لي ما كويس وكده وهكمل معانا. قعدت 3 سنين في الاكاديميه وطلعت اختبار فوق قطاع الناشئين. اه قطاع الناشئين. يعني البدايه بتاعتك ما كانتش في قطاع الناشئين على طول، كانت الاول الاكاديميات. لا الاكاديميه. اه عشان كنت اتعلم شويه حاجات كده. اه. برده ما كنتش لسه لعبت في نادي والكلام ده. بس فطلعت فوق. اول اختبار كان الكابتن عبد النبع عاشور. اه. طبعا برده حابب اشكره من خلال قناه النادي الاهلي. هو اللي اختارني. بس فكلمت والدي قلت له اللي انا اتقابلت في النادي الاهلي وكده. طبعا ما كانش مصدق طبعا، كان اخرنا ان احنا نشجع النادي الاهلي نتفرج عليه نعدي من جنبه كده. بس كنت طب لما اختبرت مع كابتن عبد النبع عاشور في قطاع الناشئين كان عندك كام سنه وقتها؟ بتاع 11 سنه. 11 سنه. لسه في البراعم صغير. من ساعتها بقى لحد دلوقتي الحمد لله.